بتعمل لها هيك وتبلش تغزل فيها. شو بتقول لها؟ بتقول لها اشوفك وين يا مسافر، قل لي باي بلد صاير. طبعا هون جبناهم على الطاوله خاصه للعجين بستعملها انا. لم حالها لحالها ما احلاها. لميناها لميناها، بنحطها هلا في كيس بنسكر عليها كويس وبنخليها تخمر براحتها 25 دقيقة. وبعد 25 دقيقة نص ساعة العجينة خمرت وكل شيء تمام. تمام هاي العجينة طلع ما شاء الله اي شيء. العجينة جاهزة، انا بحب اعمل الحركة هذه هيك عشان تسرع علي. حطيت قماشة نظيفة خاصة بالخبز بستعملها، نكعبرهم نحطهم عليها، نريحكم كمان معهم، خلي مسافة بينياتهم عشان لأنه راح ينفخوا راح يخمروا، خلي مرتاحة براحتهم. هون هون المهم يكون جنبك حدا يجننك وانت تعمل، لازم تكون مرتاح محدش مزعجك. وهذا آخر وحدة، نجي نغطيهم شقة قماش ثانية نظيفة وبنخليهم كمان 25 دقيقة ل 20-25 دقيقة يرتاحوا. يا سلام، شوفوا كيف جاهزين مرتبين بعد 20 دقيقة. ايش هي بجنن هلا بنطلع فيهم واحدة واحدة. برينا هون في الأرضية عشان ما يلصقوش. تمام طلعوا رقة خفيف، يعني احنا ما حنرقهم كثير لانه لازم يرتاحوا كمان شوي بعد الرق. طبعا يا جماعة الخير الزعتر هذا وصل لي من فلسطين، فعليا من فلسطين اجاني DHL. طلع 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 اوبا. بس هذا شو ناقصه؟ ناقصه شوية سماق. هذا أكثر إشي بتغلب في عالم الطبخ، أنت لما تكون بدك تفتح لك كيس زي هيك. طلع 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 السماق. كثير بعرف بس أنا مغرم بشي اسمه سماق. الزعترات خليهم نغطيهم، رح نحتاجهم كمان شوي لانه مش رح يكفي. زيت زيتون اصلي، هذا زيت زيتون اجانا من تونس برضو بالبريد المستعجل من تونس، زعتر فلسطيني مع زيت زيتون تونسي. هون انت بتعمل احلى خليط في الدنيا لانه زيت الزيتون في تونس اشي رهيب، صعب جدا نجيبه من فلسطين. انا اعتمدنا على زيت الزيتون التونسي. اوبا كمان شوي كمان شوي كمان شوي. جاهزين بسم الله. تعالوا معي تعالوا معي هون 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 هون. شوف الكاميرا، ناخذ من فوق نيجي على هذه مثل ما هي، نيجي بنغزلها هون. طبعا عشان ما تنفخش بنيجي بنخرمها. المهم اخذت وجهها من تحت طوال، بنيجي نقلبها. تمام اخذت الوجه اللي بدنا اياه من تحت. هلا نيجي عليه احنا هون بالزعتر تبعنا اللي جهزناه قبل شوية. اول
منقوشة زيت وزعتر قاعدة بتجهز. هلا شوي تاخذ وجهها من تحت تتحمر، تتحمص صح وتصير مقرمشة. يا سلام جين، شوف 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 شوف. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة الخير، بعد ما كنت جهزت كل اشي، عملت الزعتر، عملت المناقيش، كاسة شاي من ايدين ما نعدمها، وبنيجي هون بناخذ بسم الله المناقيش. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وهاي نيجي الثانية. طبعا اذا امي بتشوفني بقطع فيها هيك برضو راح تقول لي خربت العادات والتقاليد. طلع 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 طلع. بسم الله. هذه بتيجي بتعمل لها هيك وبتقول لها اشوفك وين يا مسافر، قل لي باي بلد صاير. يا جماعة الخير، زيت تونسي، زعتر فلسطيني، واحلى نعمة بالدنيا. يسعد فلسطين ويسعد ترابها ويسعد تونس ويسعد ترابها، وهلا وغلب الجميع. الحكي مش زي الشوف، ما بدي منكم غير شغله واحده، تحت اشتراك بالقناه، تعليق بسيط، ومسوا علينا قولوا لنا من وين بتشوفونا. السلام عليكم ورحمه الله.